خسر ما تقولش خسر. شيكا بالا يمشي شيكا شيكا خطير جول اتعادل من شيكا. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا شيكا مزيكا شيكا قولوا الحقيقة شيكا يشعل الحريقة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ما هذا يا بالا؟ ما هذا يا شيكا؟ ما هذا يا شيكا بالا؟ الله على كرة تطرس، الله على كرة تضرب، الله على كرة تلعب، الله على كرة تصبغ، الله على كرة تطبع، الله على كرة بكل الألوان. جول عالمي 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 يا شيكا بالا. أنا ما أقول لكم من لحظات. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Travel to Egypt tours. باتشيكو باتشيكو اللاعب السابق للدراغاو اف سي بورتو يريد كاس افريقية مع الزمالك مثل ما حققها فينغادا عام 2003 بمناسبة كاس السوبر. اما اخر افريقية في دوري الابطال فكان ظفر بها كابرال ابن البرازيل السريساو في 2002. الزمالك من وسط الميدان نار من الفرجاني لزيزو البن شرقي لشيكابالا مصطفى محمد الاهلي ينتظر لي يتقدم لتا كرة من أفشة ممتازة وسط الميدان تلعب الكرة من غير مقدمات محمود علاء كرة طويلة خطيرة مروان يمشي بالكرة محسن محسن هل يحسن يحسن مروان عرضية خطيرة يا جاي حتى الكرة جاي يمشي النيجيري حلوة والخطا والدفاع والارتباك والجول والحارس يتعملق ابو جبل جاي في دار الدفاع يغلط الدفاع الزملكاوي من اسلام جابر وليس ظهير طاير يطير عليه والهدف الاول للنادي الاهلي الهدف الاول للنادي الاهلي عمرو الصولية عمرو يفجر الكرة في شباك ابو جبل ويتقدم بالاهلاوية صفر. أي كورة أي سيناريو أي روعة أي انطلاق سجدة الشكر من هاني والأهلي الأحمر يتقدم الأحمر يسجل الأحمر يطير فوق الجميع للنجمة التاسعة علي يلعب الكورة السولية في الجول عمر يعمر بيت الأهلاوي بأول الأهداف 1-0 النادي الأهلي 13 في تاريخه في الشامبيونز بينما المحاولة الثامنة لنادي الزمالك الذي يتعادل مع الترجي التونسي في عدد النهائيات الإفريقية يمشي بالكرة مستشي زيزو يتقدم زيزو زيزو يرجع الكرة عن طريق العيد أحمد عيد لمن التوزيع خطيرة يا زمالك ينطلق الهاني هاني 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 متهني هاني متهني هاني متهني ويغني والنادي الأهلي بعد نهائي السوبر في جوهانسبورغ 94 اللي ربحوا كما قلت وأسلفت الذكر الزمالك يمشي بالكرة هاني سنراوح يهرب الشحات كروس الشحات مروان أجاي أجاي حلوة وخطيرة وملعوبة زيزو وصل كرة عن طريق شيكا يلعب شيكا بالا أول شوطة على المرمى شيكا الشيك يقول أنا موزة الجزء القادم زملكاوي يتقدم شيكا بالا أذكرة شيكا حلوة مصطفى محمد مصطفى خطيرة والتسديدة والزمالك يقترب يا سادة هدف سجله في برج العرب في 2017 في الإسكندرية على مرمى النادي الأهلي الزمالك بدأ يتحرر الزمالك يدخل الديربي الزمالك بن شرقي تحط الكرة لإسلام إسلام جابر لبن شرقي يمشي بن شرقي وكرة كانت قريبة على الشناوي 13 هدف للأهلي بهدف الليلة وتسعة أجوال لنادي الزمالك خطيرة يا جاي بعيدة في مأمن الحارس هاني رجع كرة بالرأس الزمالك يرجع للتاك تمشي كرة عن طريق إسلام هذه على العرضية على القائم الثاني وركنية ركنية يحاول يجعل للقمة مكان في مدرجات يمين وشمال بالرأس يضرب كرة على ولكن ليست هي الموعود من كأس السلطان حسين للدوري القاهرة للدوري العام
لكاس مصر. وسلام جرى كرة لعبها قطرية، حط الكرة عرضية والمطالبة بلمسة غير موجودة والكرة موجودة للنادي الآن. جا كرة شيكا بالا، يلعب شيكا، يتقدم شيكا العرضية وينو، حط الكرة عن طريق الشناوي. اليوم ينت أبيض يا أحمر، ما فيهاش فصال، الكرة ترجع تتفصل والحارس يغطيها. ركنية الأهلي جابت الجول، ركنية الزمالك ماذا ستصفر؟ تصفر على الراسية من أجاي الدفاع، يلعب الكرة فرجاني، خطيرة من زيزو، زيزو يلعب كرة خطيرة والدفاع خرجت، سيذهب بعيدا في هذه البطولة. نقطة التحول مباراة السوبر أمام الترجي هنا في الدوحة لما انتصر الزمالك بثلاث آسر، ما تقولش خسر. شيكا بالا يمشي، شيكا شيكا خطيرة، جول أتعادل من شيكا، ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا، شيكا مزيكا، شيكا قولوا الحقيقة، شيكا يشعل الحريقة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، ما هذا يا بالا، ما هذا يا شيكا، ما شيكا بالا، الله على كرة تطرس، الله على كرة تضرب، الله على كرة تلعب، الله على كرة تصبع، الله على كرة تطبع، الله على كرة بكل الألوان. جول عالمي 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 يا شيكا بالا. أنا ما أقول لكم من لحظات، أنا واحد أهلي واحد زمالك، واحد زمالك واحد أهلي. يمشي شيكا بالا عرضية بالرأس، غربال يتدخل. اليوم هي الأولى في دوري أبطال أفريقيا، الكرة بالانطلاق، يمشي طارق حامد حضاري العكسية، ردي بالك رد. اللاعبين التوانسة ترجع الكرة، قصة ونجاح مع لولو الفرجاني، والكرة في الانطلاق عن طريق الفنان، يمشي المايسترو ضامن المتعة في عالم ألاوي. خطيرة والانطلاق، المراوغة والشحات، هي خطيرة، العب يا شحات، التوزيع وين الرأس، خطيرة وأبو جبل، أبو جبل بعد غياب. أم ينجح النادي الأهلي بعد 7 سنين في العودة إلى رقم 1 في القارة السمراء؟ ركنية أم توقف كرة الهدف الثاني من حمدي فتحي ويخلص الشوط الأول رسميا على نتيجة التعادل، نتيجة عادلة لا غالب ولا مغلوب. يوم سجل تريكا آخر أهداف القارية، الأهلي يريد بعد 7 أعوام والزمالك يبغي بعد 18 سنة. كرة عن طريق اسلام، حكم المباراة الجزائري المتألق مصطفى غربال، يا رب يغطي الدفاع، يغطي الدفاع عنهم، يستنوا في الفرج والفرح. يمشي بالكرة زيزو، يا رب زيزو عرضية خطيرة على القائم الثاني، شيكا بالا جابها، شيكا وقف الكرة، يمشي وقف كرة وما يتوقفش الحلم، خطيرة بالرأس والركنية من هاني بطل القارة. ولكن وحدة وحدة، حبة حبة، مرحلة مرحلة، كبر الحلم وتحسن أداء الفريق الأبيض. الزمالك 14 نهائي تاريخي في كل البطولات، خطيرة والهدف الثاني يضيع، مصطفى درش ضيع الهدف. الزمالك أفضل فنيا والانطلاقة سريعة، رفع بن شرقي، بن شرقي وزيزو والكرة إلى كورنر. إن شاء الله يا طارق، طارق يطرق الأبواب، الولد حامد يتاكي، كرة ملعوبة، الزمالك بذكريات الهندسة والفنون، الكرة ترجع لي علي فتحي، يمشي حمدي، يمشي حمدي، يلعب يا حمدي، حمدي حط الكرة، وصل حمدي والعرضية لم تمر، كرة خطيرة، عود لعلي، علي علي والهدف الثاني، مش ممكن مش ممكن يا سحات، مش ممكن يا سحات، مش ممكن يا حسين، مش ممكن يا حسين، كرة ولا أروع. جاي معلول، معلول ملك الحلول، لما يطلع معلول يعطيك بطولة يا الأهلي. فرصة الهدف الثاني، الأهلي يعود، اعلموها وافهموها، الأهلي أتاك والكرة ممتازة. الزمالك عن طريق العيد، العيد يتقدم، العيد يتقدم والكرة تمشي وبرافو، تاكلينك في امتياز. محمد يمشي مصطفى بين اثنين، عدى الثالث، يطلب 1-2، يرجع يتمركز في العمق، تمشي كرة تسديدة، الله على قائم، الله على قائم، الله يا زيزي، اضرب يا زيزو، مش ممكن على قائم، كسر العارضة، كسر الأفقية، كسر الحديدة، ما حدش أحسن. هنا السؤال، هنا كرة زملكاوية، هنا كالعادة أحمد السيد زيزو، لعب موهوب بالفترة، والكرة تمشي بالرأس خطيرة والفرجاني، هو فرجاني بالرأس. أيمن أشرف، أيمن أشرف، مباراة السوبر ستكون في بدايات ديسمبر تقريبا بعد 2 أسبوع من الآن. رأس القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن.
وي يا علي وي وي يا علي وي وي يا علي وي وي يا علي وي علي وي معلول وي والكرة ياس الكرة سي هل هو معلول أم لا أي قذيفة جات أي قذيفة جات يا باتشيكو التاسع يا الأهلي التاسع الأهلي لا هو 19 هو أفشة هو ولدنا أفشة هو الولد أفشة هو أفشة هو أفشة